شكرا سيد الرئيس. أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، في مستهل كلمتي بودي أن أعرب عن تقديرنا وامتناننا لجمهورية مصر العربية الشقيقة على استضافتها ودعوتها لهذا المؤتمر الوزاري الهام في هذا الظرف العصيب الذي يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق. والشكر موصول كذلك لكل من شارك في تنظيم فعاليات هذا اللقاء، مع تمنياتنا بأن يتوج بنتائج عملية من شأنها رفع الغبن عن أشقائنا الفلسطينيين. السيدات والسادة الحضور، لا تزال الأزمة الإنسانية بقطاع غزة تتفاقم منذ تصاعد العدوان الإسرائيلي الهمجي، في ظل عجز المنظومة الدولية عن كبح جماح الكيان الصهيوني وإلزامه باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني. وأمام هذا الوضع، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بضرورة نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لم تتوانى الجزائر في السعي مع كل القوى الحية في المجتمع الدولي لوضع حد للمأساة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة المكلوم، وذلك من خلال المطالبة باتخاذ خطوات عملية تفرض على المحتل الصهيوني الانصياع للإرادة الدولية المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد لعملية التهجير القسري والسماح بإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في قطاع غزة. هذه الخطوات التي من شأنها التخفيف من معاناة الفلسطينيين بغزة في وقت أجمعت التقارير الدولية على أن الوضع الإنساني بها كارثي، وفي حين أثبتت الآليات الموجودة والمستحدثة محدودية أثرها على الأرض في ظل احتلال يتنكر لكل قواعد القانون الدولي الإنساني ويضرب عرض الحائط قرارات مجلس الأمن، حيث نجدد دعوة الجزائر لوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بغزة باعتباره السبيل الوحيد الذي سيمكن من ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لسكان القطاع المحاصر وإنقاذ أرواح الآلاف من الأشخاص الذين يواجهون خطر الموت جوعا. في هذا الصدد نشدد على ضرورة استغلال جميع المعابر والمنافذ المتاحة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونؤكد على ضرورة إعادة فتح معبر رفح لتيسير دخول المساعدات الإنسانية من خلال آلية مصرية فلسطينية تضمن دخولا سلسا للمساعدات وتلبي الاحتياجات الضرورية لسكان القطاع. ونؤكد على أن أي جهد إنساني ذي معنى بقطاع غزة يجب أن يرتكز على الأونروا باعتبارها العمود الفقري للعمل الإنساني بغزة ولا غنى عنها، حيث ندعو لزيادة الدعم المالي والسياسي لها لتمكينها من القيام بالولاية المنوطة بها بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه الإجراءات ستمكن من التعامل مع الاحتياجات المستعجلة لسكان قطاع غزة، في حين يحتاج التعافي المبكر وإعادة الإعمار إلى خطط شاملة تحشد لها المجموعة الدولية كل الإمكانات اللازمة، فحجم الدمار بغزة غير مسبوق ويحتاج جهدا هائلا لإعادة إعماره. كما أن هذا العمل يجب أن يرافق بخطة واضحة المعالم نحو تطبيق حل الدولتين، فمن غير المعقول أن يكون هذا الجهد رهينة موجات عنف جديدة تجد المجموعة الدولية معها نفسها مرة أخرى أمام ضرورة إعمار ما يخربه المحتل الصهيوني. ونشدد على أن مسألة إدارة قطاع غزة هو مسألة فلسطينية، وما على المجموعة الدولية إلا أن تواكب كل جهد حميد لتعزيز دور السلطة الفلسطينية وضمان وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة بعيدا عن أي إملاءات أو تدخلات. السيدات والسادة الحضور، ختاما، تجدد الجزائر قناعتها الراسخة من أن عودة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط تبقى مرتبطة بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية والامتثال لقرارة الشرعية الدولية من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتأسيس دولته المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف. أشكركم على كرم الإصغاء.